السلامة. اهلا وسهلا. لباس؟ الحمد لله. قدم روحك للسادة المشاهدين. سفيان كريمي. سفيان كريمي. مرحبا بك سفيان. سفيان يتعيش معنا برشا مرات. بس كيف هو على السلطة هذيا؟ سفيان، انت مقبل على الزواج ولا لا الساعة؟ والله مقبل ومش مقبل. اي. زدت تقول لي نوعا ما اي. علاش؟ ما لقيتش. كيفاش مقبل وكيفاش ماكش مقبل؟ كيفاش مقبل معناها نقولوا نحن مانيش كونتر معناها الفكره ككل، ومانيش مقبل ما لقيتش واحده اللي هكا تفرهد على القلب معناها. وكيفاش تفرهد على القلب؟ تفرهد على القلب، تفرهد على القلب. كيفاش؟ شنو مفهومك للطفله؟ حاجه تفرهد على القلب. كيفاش طفله تفرهد على القلب؟ مهموم تفرهدوا. القلب يبدا مهموم تفرهدوا. تغزر لها تفرهدوا، تقعد بحذاها تفرهدوا، تقعد تحكي معاها تفرهدوا. فهمتني ولا؟ باش تلعب لك دور نقولوا نحن مهم في حياتك، ماهوش دور سهل من الحياة. كيما أنت ماهوش سهل عليك، كيما هي ماهوش سهل عليها. إي، زادة مستحقة الشيء هذاك. شنو مستحقة الشيء هذاك؟ أي مرأة وأي راجل راهو يحب يعيش مرتاح، يحب يبارتاجي أفكاره. انا مثلا نصيحة مني، لازم نصيحة لوجه الله، انا نعطي نصايح بليش العباد تعطي من نصايح بالفلوس. انا نصيحة لوجه الله اخوي، اتق الله في مرتك، في صغارك، في راجلك، الناس كل يعني نقولوا نحن يلزمها تكون معناها علي ننسيهم مشاكل، مش معظم مشاكل تونس توها ونفقها وطلاقها وكذا. 87% من المطلقين في التيك توك قال لك هذه النسبة معناها، هذه النسبة اللي يكون فما خلل. الخلل شنو هي؟ في الراجل يا في المرأة. أنا نقول في الزوج. إي عباد معناها ما تبنيش العرس نتاعها على حب وعلى كذا وعلى كذا، يبنيوها على مصالح، يبنيوها على كذا، إيش عنده توا ما عندوش، برا تو نص ومن بعد نحيلو نفقة وبعد. كل واحد كيفاش تخمم مرة، والله كل واحد كيفاش تخمم. فما نساء ما يحبوش عليهم طلقات، فما نساء اخرين، وفما نساء اخرين يحبوا معناها نقولوا نحن تحب تكون طلقه باش تولي تعيش حياتها وتولي ما نعرفش. الحرام كثر في البلاد. اي انت نتصور التجارب هذو من الكل نتاع العباد اثروا فيك انت؟ اثروا فيا بالله. شو هي يقول لك معناها الذكر يقول لك الله مظفر لبعضها، معناها اللي كتبوا لي ربي تو شوفوا مش هكا خير، خليهم يسيبوا على ربي. معناها هو يتلهي بالحكاية هذيا خير من اللي نحنا نسعى وكذا وفكر حرقة. وشكون اخويا؟ اعطيني قلب نتاع طفلة في تونس اعطيني قلب نتاع طفلة في تونس نجم ترفع 130 كيلو. ما فهمناش. ولا قلوبها صغار، فماش قلب كبير يرفعني معناها. فهمناش لحظة، أنت كوزن 138 كيلو. 130، فما طفلة قلبها يرفع 130 كيلو في تونس؟ ما نظنش. ما لقيتش؟ نتفق معاك. إي تفاد ليك. شنو هي الآخر؟ أنت علاقاتك علاش كلها فاشلة؟ العائلات يدخلوا فيها العلاقات هذيا، علاقاتي فاشلة في جرة العائلات. آخر علاقة علاش فشلت؟ هلا هاني قلت لك العائلات بصفة عامة، العائلات ما يقبلوش وكذا، ربي يهديهم من الكل. كذا، هذيا صارت في برشا مشاكل وصارت في برشا عائلات، أنهم العائلات يدخلوا رواحهم في حاجات ما تجيش. انت ماكش جبت، انا ولدي نهار اخر يقول لي هيا نقول له هيا من غير ما نكسر راسي زاد. يعني ما تنصحوش كيبدا غلط؟ لا 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 لا. في عمر معين لازمك تنصح؟ لا مش يجي يقول لي مش فما عمر معين لازم تنصح ولدك؟ ربيت ووريت وقريت وفهمت الدنيا، عملت له التربيه كيما نعرف انا. سي ديناصور مسيف في البلاد. كيفك انت؟ كيف هي؟ نقريه دين ونقريه الدنيا ونقريه جو ونقريه العباد ونقريه الافكار ونقريه كذا ونقريه كذا.
شبيك انا 5 سنين خاطب في نفوس، معناها تعديت مرحله اني خاطب العباد. راه وقتاش انا تعديت مرحله اني نخاطب العباد؟ توا كيفاش كنت خاطب؟ كنت نخاطب في النفوس. كيفاش مثلا في الفيسبوك عندي 5 سنين نخاطب في النفوس. معناها تخاطب في النفوس؟ نحكي مع النفس الداخليه نتاع البشر. نحاول معناها نعمل اللي نجم واكثر باش نحاول ننور لهم دنيتهم. انا خويا حتى ربي كي ندعي له اخويا ما تعمل لهم شيء، لا تردهم اغنياء لا حد شيء، نور لهم ثنيتهم برك، نور لهم ثنيتهم توا هما كل شيء يجي وحده. كل شيء يجي وحده، يخدم على روحك تلقى، يجري تلقى، مطالبك عندك دوله معناها اكثر من توا توا تونس. انا بالنسبه لي انا من اكثر الدول المتقدمه، من اكثر الدول المتقدمه، وهاني نخزر لها بعد 7 و8 سنين. شنيا؟ من ناحيه شنو قول لي؟ من ناحيه النظافه. نظافه انا مثلا كان جيت قبل عايش في قايد، راني خدمت البلاد وراني فلوسي كل مشيت للبلاد ونخدم البلاد وما حاجيش في نفسي، راني خدمت البلاد. اما وقت اخويا شادين البلاد عباد ما همش ما تحسش بالامان معاهم معناها، وليت نقولوا نحنا مشاو كيما مشاو. نحكي لك معناها عندنا بلاد، حتى كان انت مثلا فلوسك وجو كذا وغني وكذا، كي تستثمر كي كذا كي كذا ما يخلقك حد قبل اللي يطلع يهز راسه ويمشي ويقصه له. فهمني ولا يا غالي؟ قبل اللي يهز راسه ويقصه له اللي يطلع شوي كذا توا شكون باش يكلم؟ الدوله معاك، رئيسك معاك، ونحاول نقولها رئيسك معاك، اللي تطلبه منه يعطيه لك شويه صبر وقاو. هو هاو عاملي عليه بلا مش عاملي عليه، راجل يخدم 16 ساعه و20 ساعه. هي ونحن علاش ما نخدموش 16 ساعه و20 ساعه؟ ولا علاش نحن الملوك وهو العبيد؟ ما يجيش ياما بعضنا نخدموا 16 ساعه و20 ساعه، علاش نخدموا بلادنا 5 6 سنين 7 سنين؟ هي سنغافوره عملت 7 سنين، نحن نعملوا 6. هي مش خير؟ علاش ما نخدموش هكا؟ باش تنصح التوانسه على الوطن ثم الوطن. باش تنصح التوانسه مالا اخويا؟ نصيحه للتوانسه، وطننا راهو عريق، تاريخنا كبير، دولتنا قويه، مطموعه من العالم الكل، العالم كل تابع فيها. راه الخيرات اللي في بلادنا ما فماش في حتى بلاد، البترول اللي عندنا ما فماش غيرش معناها الاحتكار وكل واحد، اما كان معناها نقولوا نحن يتسرح اللعب وتولي شركات كانوا له كيما ليبيا وكيما السعوديه. ان شاء الله اللي جاي خير، احنا ذاك شنو نقولوا؟ سينو نخلي لك الكلمه الاخيره. انا خويا بالنسبه لي انا نستاهل الخير، حتى هذيك ليلى عبد اللطيف استاهلت الخير، هاي استاهلت لنا الخير. يلا يا توينس يعطيك صحه.